طابت أوقاتكم ثاني محطات الانتخابات البلدية جبل لبنان، بين معاركها وتوافقاتها بالسياسة والأرقام تتوزع حلقة حوارنا اليوم مع ضيفينا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد الخازن. صباح الخير دكتور. صباح النور. ورئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات الأستاذ عبدو سعد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. رح نبلش من السياسة ونعقب عليها بالأرقام مع حضرتك دكتور خازن. جربتوا أنتوا والقوات اللبنانية تخوضوا سوا معركة زحلة ونجحتوا. أم المعارك الكسروانية هي جوني، ليه ما نكون سوا؟ ليست الكسروانية فقط، اللبنانية. اللبنانية كمان؟ انتخابات البلدية بكل مناطق لبنان اعتباراتها بالدرجة الأولى محلية. نعم. عائلية وغير عائلية. وشخصية أوقات. وفي خصوصية لكل دائرة، أنا برأيي خصوصية شبه كاملة. بزحلة كان في خصوصية معينة وصار في تحالف تيار وقوات وكتاب، يعني أحزاب بنعرف القصة. بجوني الوضع يختلف. باختصار بجوني بالأساس انطلقت المعركة بدون إذن من حدا إذا جاز التعبير، يعني كان في آل فريم نعمة فريم عنده مرشح اسمه فادي فياض عم بيقول انه انا بدي رشحه وبدي دعم الجميع، ومن تاني ميل كان في جوان حبيش يلي هو رئيس بلدية سابق يلي هو موجود على الارض. يعني صار في محاولة جدية بجوني وانا كنت مطلع على تفاصيله واجواءه للائحة توافقية أو التلفري، ودخل فيها لدعم هذا التوجه العماد عون والدكتور جعل. نعم. وصار في اجتماعات عديدة ولقاءات عديدة وأخذوا رد وتم الاتفاق على لائحة على أساس بتكون لائحة توافقية أو ائتلافية، وأساس ما في مع بعض في معركة. نعم. تبين بعدين واتفق سام الاتفاق على الأسماء حتى. تبين بعدين إنه وبموافقة نعمة فريم والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وجوان حبيش. نعم. وكان في تسوية معينة. على أساس بتضم هيدي اللائحة كذلك الأمر بعد يعني عدد من الممثلين لمنصور البون وفريد هيكل الخزن، يعني بتضم الجميع. من بعد الاتفاق تم الخروج عنه نعمة فريم صار عنده غير مطالب وحسابات، والأطراف يلي كانت مفروض تكون باللائحة البون الخزن كمان صار عنده غير توجهات حسابات. رجعنا على نقطة الانطلاق. نعم رجعنا لليحة. لا جوان حبيش وليحته يلي مدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الكتائب وغيرهم والأحرار ووعد. ايه. وليحة تاني فيها كل التركيبة السياسية الموجودة بجوني بالإضافة إلى القوات اللبنانية كحزب. هلا القوات يقال أنه ترك الخيار لمناصر. والقوات لأنه كمان في مرشح قواتي معروف بريحة جوان حبيش عن صربة. صح. وأيضا المعركة عم تاخد مجراها بشكل طبيعي لأنه في جانب منها بدون شك انمائي وفي امتعاد كبير بأوساط أهل جوني على إداء البلدية الحالية السابقة. يعني. بعد عندها كم يوم. ايه. طيب. وفي واقع تنافسي يعني. طيب بهذا الجو خلينا نشوف بالأرقام شو بتقول عن المعركة. أستاذ عبدو اليوم عنا لائحتين، لائحة جوان حبيش ولائحة فؤاد البويري. مين برأيك أرقامه أفضل لهلأ؟ أولا معركة جوني هي الأقوى في لبنان دون أدنى شك، لأنه بيروت في جبل لبنان أصلا. نعم بقول في لبنان كله يعني صار عليه أهم بكثير من معركة بيروت. بيروت لأنه ما كان في منافسة جدية يعني، وكانت أرقامها هزيلة
وأتت هذه اللائحة الفائزة ب 8.8% من أصوات الناخبين في بيروت، وبالتالي هي فاقدة ما عندها شرعية التحكم. وأنا من هون هلأ بستغل المناسبة مجددا لأدعو لاستقالتها. نعم. وإقالتها للبلدية، لأنه ما بيجوز أبدا أبدا ببلاد العالم المتحضر كله في ثرشولد، في عتبة، إذا ما في 25% دكتور، 25% إذا اللائحة ما بتحصل على 25%، مش لائحة عفوا، إذا الانتخابات نسبة التصويت ما بيكون 25% نسبة التصويت تلغى وتبطل الانتخابات، كانت عندنا 20% واللائحة الفائزة جابت 8.8%. فعقل حال فهي أهم بكثير، هي الأهم في لبنان. وأنا لا أتذكر حقيقة منذ 98 لليوم معركة فيها هالحماوة، هالاهتمام، هالحماس عند الناخبين بأكبر مدينة، أكبر مدينة في المشرق العربي، أكبر مدينة مسيحية كسكان، مارونية تحديدا، لا مارونية كعدد ناخبين، كعدد مش ك... عفوا كعدد ساكنين فيها فوق 100,000. نعم فوق ال 100,000. بس بهذا الاطار يعني عم تحمل يمكن ابعاد اكثر مما لا لا ابدا ولا... ابدا. وهيدي سياسيه بامتياز هالمعركه، لانه كل القوى السياسيه الكسروانيه موجوده في. بس دكتور خازم بيقول الى جانب انمائي وعائلي كمان، مش بس سياسي وفي نعم. سياسي كمان ليك ليك. هلا دور العائله مش هالقد، ما انا ضايعه الجونية مدينة. نعم. مدينة أكيد دور العائلة بيلعب دور، بس مش مثل بقية الضياع مثل فرد بيان. أنا كنت عم بحكي عائلي أكتر، مش عم بحكي عن جوني تحت. هو عم بحكي طبعا عم بحكي بشكل عام الانتخابات البلدية. مثل فرد بيان مثلا عائلة. لا دور عائلة يا معظم البلدات طبعا 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 صحيح. رح نرجع نحكي عن الشروط بعد. طيب بالنسبة لجوني اليوم نعم هلا لمين الأرجحية برأيك؟ أنت مستعجل. أنا مستعجل بدي النتيجة. عندك شيء هلا بدنا ناخذ سكوب فيه. لا 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 لك بصراحة بدي اكشف عن الحقيقة هلا، انه انا عم بجري استطلاع للرأي اليوم. نعم اوكي. فلانه عملته من 10 ايام الاستطلاع بعد، وهلا بقول عن نتيجته. فالمعركة احمى معركة، وبتصور نسبة الاقتراع ستكون عالي جدا جدا، لانه فيها يمكن 17,000 ناخب. نعم. انا بتصور ما تقل عن 9,000 وتوصل يمكن لل 10,000 بين 9 وال 10 يعني 60% سمعنا 60 بالضبط هيك بتوقع. ما تنسى كسروان كانت بالانتخابات النيابيه بال 2009 اعلى نسبه اقتراع بالجبل كله 63 هي وجبال جبال 62 لا 63 على ما بذكر هي من الذاكره من الذاكرة يعني يمكن 67 يمكن يمكن. نعم. أنا عم أسألك عن سؤال أستاذ عبدو وتحديدا عن مين رح يفوز، لأنه اللائحة يلي بترأسها فؤاد البويري بيقول عنه فادي فياض أنه ضمنين الفوز وبألف صوت فرق. لا سمعته أنا كنت بمناظرة لا كنت مقابلة تلفزيونية وقال لي هالرقم، ابتسمت قلت له ممكن تفوز أنت يعني ما أنه ولكن بألف صوت أستبعد ذلك. يعني معركة حامية جدا جدا قوية جدا، منافسة شديدة جدا جدا. أنا الاستطلاع اللي سويته آنذاك أظهر تقدم أرجحية للائحة الشيخ جوان حباش بصراحة. نعم. فاليوم أنا اليوم أرجحية مريحة أو شو؟ ما بحكي ليك أي شيء دون 10% نص 10 نقاط مئوية. نعم. ما بيكون هالقد مريحة. فوق 10% بيكون مريحة. يعني مثلا لو جينا للحدث على سبيل المثال حدث تقدم واضح للائحة رئيس البلدية الحالي جورج عون جمع حفظ الألقاب جورج عون، هيدي بقول عنها يعني أرجحية كتير مريحة. طيب خلينا بجوني رح أرجع بعدين لبقى لا 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 دكتور خازن، لما الأستاذ عبدو بيحكي عن أهمية جوني بهيدا الدلالات إن كان المسيحية وإن كان السياسية، البعض عم يربطها بالرئاسة بيقولوا هيدا معركة الرئاسة ومنا معركة رئاسة بلدية فقط. ما بعتقد واصل لهون يعني هي معركة إلى طابع سياسي إنمائي محلي و عندها تاريخ جوني. نعم. مش أول مرة عم تصير في انتخابات بلدية. صحيح. والأطراف الموجودين بساحة المعركة إن عمليا كل القوى السياسية الكسروانية وعلى مستوى لبنان. وهلا لائحة جوان حباش لائحة برأيي متماسكة وفي إلى عصب قوي إلى أكس واحد، اللائحة الأخرى
متعددة الأطراف. هلأ كيف بيكون الإداء يوم الانتخاب ما فينا نعرف، بكرة نشوف، بس عم بحكي بالشكل في فرق كبير. بعدين ربط الانتخابات البلدية بجوني أو بغير جوني بمسائل أكبر مثل ما عم تحكي على الانتخابات الرئاسية أو غيرها أو نيابية أو غيرها، نعم، بعتقد هيدا على الطريقة اللبنانية. نعم، فينا نربطها كمان بالسياسة الدولية، يعني انتخابات لها أهمية كبيرة وفيها تنافس كبير، ومثل ما قال الأستاذ عبدو فيها حد كبيرة، وإن شاء الله يعني بنشوف النتائج بكرة، بنشوف كيف الأمور بدها تكون لمصلحة جوني وأبناء جوني. نعم. طيب إذا انتقلنا من جوني، جيد بصراحة بجوني رغم كل هالحماوة ما سمعت عن ضربة كف لحد هلأ، الحمد لله. صحيح. وإن شاء الله بتنتهي ضل ديمقراطية القصة. لا بتضل هيك، بتضل. لا إن شاء الله. أستاذ عبدو حكينا عن جوني، ولكن في كتير مناطق كمان بكسروان، قضاء كسروان الفتوح فيها معارك، بس يمكن طبعا أقل سياسة. لا عائلة، عائلة يعني أكثر. ببلدي الأكبر بالجرد، عاصمة الجرد اللي هي بلده للدكتور، نعم، أكبر ألم فوق عندهم بالهذا، ولكن هناك معركة عائلية بين العوائل تتنافس فيها العوائل. وبتصور يمكن التيار منه تارك لناخبيه حرية الانتخابات البلدية بالبلدات الكبيرة والوسط نعم. فإذا عم نحكي عن كسروان معظمها يعني الأكترية الساحة ما عدا غسطة يعني إلى طابع محلي، إلى طابع عائلي محلي. وأنا بعتقد هذا أمر طبيعي ومتوقع، والأحزاب أكيد عندها دور، لكن في حزبيين هون وهون. صحيح. من كل ال... صحيح. وبعدين أنا بضيف على الموضوع أنه بالانتخابات البلدية العائلية تجر الحزبيين مش العكس. لا مزبوط، هذا صحيح مية. وخصوص بالجرود يمكن أكثر ما هي. لا لا، وين مكان أو مطرح مكان كمان محل ما في عوائل إجمالا على الساحل بالمدن ما في عوائل. ما معنى وقت بعطيك بلون كامل على الموضوع بما يخص كسروان وغير كسروان كمان. إلى طابع بيشبه بعضه، بس في خصوصية لكل بلدة. نعم. لأنه هون فيها عائلة كبيرة، هون فيها اثنين عائلتين كبار أو ثلاثة، كل بلدة إلى وضعها. صحيح. والحزبية السياسية يعني الأحزاب إجمالاً العائلات بتجرب تجر الأحزاب إلى موقعها مش العكس. نعم. وهي بتكون عندها الأرجحية بهذا الموضوع، لأنه في واقع عصبيات وولاءات وعلاقات شخصية هيدي سابقة للأحزاب ولأي موضوع سياسي. ما هيدي ضيع موجودة من مئات السنين، والعائلات فيها من مئات السنين، مش حدا اخترعها يعني. نعم. إنه هيدا واقع موجود بكسروان وبمعظم لبنان يعني. صحيح. يمكن هون استاذ عبدو هذا اللي ببرر شوي مشهد التحالفات اللي بنشوفه، يعني كنا عم نحكي عن كسروان بنشوف مثلا غصه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه مع بعضهم بواجهه فريد هيكل الخازن. صح. بجوني فريد هيكل الخازن القوات اللبنانيه اقرب له بمواجهه التيار الوطني الحر. هناك علاقه خاصه جدا بين القوات اللبنانيه والسيد نعمه فريم حقيقة. نعم. يعني بتصور هذا هو هذا هو السبب يعني الاساسي به. بدي اقول لك شغله، يعني حقيقه الاحزاب عندنا ما إلها الاعتبار عند المواطنين كما هو في الغرب. نعم. بالغرب يعني هلأ بتروح على إنجلترا لأني بعرفها منيح. حتى بالغرب الأحزاب عم تتراجع إلى حد ما. لا لا أبداً أبداً، لا إلا يعني بالغرب ما في عوائل، يعني ببريطانيا ما في شيء اسمه عائل. في شخصيات ناشطة، العائلة والجب والمعرفة والفرع. شخصيات ناشطة لها دور دور حيوي بالمدينة أو بالمنطقة. هنيك بإنجلترا بصوته لواحد ومقسمة المدينة، بتكون مقسمة. مثلا أنا كنت عند بنتي عايشة بلستر وسائبت، كان في انتخابات بلدية وكنت موجود هنيك. نعم. فالمنطقة اللي ساكنة فيها لها عضو واحد، فبترشى عليه 5-6-10 أحزاب وغير أحزاب ناشطين، وكل واحد بيجي بيطرح برنامجه وما إلى ذلك، فبصوته لواحد. ورئيس البلدية بتصوت مباشرة من الأهالي. نعم. ليس كما هو الحال عندنا، هذا يعني مش لائحة ولائحة بترجع تنتخب. لا 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 لا، عوزوا ما في لائحة بتجي. ما في، هذا عيب. هذا ما كيف هذا، في تنوع وتشكل. البعض
البعض ما عنده رؤية أو ما عنده الذهنية اللي يستوعب إنه اللائحة ممكن تكون من عدة أحزاب يعني. صحيح. لأنه هونيك متعودين هون تجي تفوز لائحة بكل الأعضاء أو هي تحكم وتسرق وتعمل اللي بديها بدون رقيب أو حسيب. لا، ممكن جدا لما الرئيس ينتخب مباشرة من الأهالي، رئيس عنده سلطة معنوية كبيرة وبفوزوا أعضاء، هذا من حزب العمال، هذا من حزب الأحرار، هذا من حزب كذا. ممكن نرجع لموضوع عنون الانتخابات البلدية أنا ممنونة موضوع. نعم. هلا بنحكي موضوع الأحزاب بالخارج. أنا عند الأحزاب عناوين بتطرحها حول مسائل معينة والناس بتاخد موقف منها. صح. بس منا ماكينات انتخابية مثل ما هو الوضع لهون في لبنان. وموضوع الأحزاب حتى بالغرب يلي بعض البلدان عندها أحزاب عريقة وبصر لها مئات السنين، حتى بهيدي البلدان ومنها إنجلترا وغيرها، دور الأحزاب تأثير الأحزاب على الناخب الحزبي وغير الحزبي. نعم. ما عاد مثل قبل البرنامج هو لا دكتور. لا يعني بالماضي. نعم. بالخمسينيات ستينيات سبعينيات كان في حزبية مؤثرة، عم بحكي بالدول اللي عندها عراقة كبيرة بالأحزاب والتنافس الحزبي، حتى بهذه الدول تراجعت. شو سألتني هلا؟ كنت عم أسألك عن إذا الكلام اللي تفضل فيه أستاذ عبدو بحفزكم أن تكونوا عم طالبوا بقانون للانتخابات البلدية على أساس نسبية. انتخابات البلدية في مشكلة كبيرة بالموضوع، رح أحكي باختصار. ولاقيت الناس بتضيع البلدات هي اللي اعتبارات عائلية ومحلية، لكن في مدن وبلدات كبيرة صار فيها عدد هائل من السكان من خارج يعني ما بيصوتوا بهالضيعة. صحيح. أو دي ما قالوا رأي، بدو يرجع، الشخص على ضيعته يلي ما بيكون يمكن. هذا شيء معيب جدا معيب جدا. هيدا بالذات يلي بيعطي الانتخابات البلدية طابع محلي. نعم. يعني في بلد، في مدينة فيها 10,000 ناخب و100,000 من السكان. صحيح. اللي بيدفعوا ضرائب، التفت، اللي بيدفعوا ضرائب وبالبلدات ما لهم رقب العرب، والبلدات الصغيرة أو المتوسطة كمان، إنه خد ساحل المتن. نعم. إنه عدد سكان من أندلياس الفيل لسن الفيل. صحيح. هائل، عدد سكان هائل، أكبر تجمع سكاني بالمنطقة، لكن يلي بيصوتوا إني إدي 2000 أو 3. صحيح. وهودي يعني بعد الاعتبارات ذاتها، عائلة فلان ضد عائلة فلان. نعم. وجيب الفلاني ضد. صحيح. جيب الفلاني، سواء كان في بالبلدة 50,000 ساكن أو 100,000، سواء كانوا من غير مناطق لبنانية أو من أو لأي طائف انتموا يعني. صح. عليها. طيب هون رح ننتقل بالمعركة. طبعا نضل بهذا الموضوع بس هيدا سريع لو صح. لا بدي أقتل على المتن. ماشي. اللي بدي أقوله أنا إنه اليوم الأحزاب منع أحزاب، لأنه بتعرف موضوع الفساد، ما في حزب بلبنان بشكل عام، مش كل الأحزاب، ما في حزب حاكى طموحات وتطلعات الناس أبدا أبدا أبدا. لأجل ذلك ما في إيمان بالأحزاب بشكل جدي يعني. هلا الأحزاب عم تتلطى وراء العوائل، انتخابات بلدية غير وضع. انتخابات على كل الموضوع بده استفاضة أكثر مني. مش بدي أنتقل لمعارك المتن الشمالي. نعم. أم المعارك المتنية، هذا تعبير كثير عم نستعمله هلا، وين؟ سن الفيل أو شو؟ سن الفيل. سن. نعم. الفيل لأنه هي الأكبر، في منافسة جدية جدا جدا بين اللائحتين، بين لائحة الرئيس الحالي السيد نبيل كحالي ولائحة السيد جوزيف شاول. السيد جوزيف شاول مؤيد، لائحته مدعومة من التيار الوطني الحر، هو القوة الأكبر بسن الفيل والقوات، في مقابل تأييد لائحة السيد كحالي من قبل الحزب الكتائب والمؤيدين للسيد ميشيل المر، رئيس ميشيل المر. فمعركة قوية كثير. أرجحية لمين؟ هلأ بصراحة عملت استطلاع واستثنيت الشيعة. السبب أنا بكل المناطق اللي فيها شيعة وفيها أرمن ما بستطلعهم، لأنه بتعرف توجه موحد تقريبا. لما الحزب بياخذ قرار بلوك واحد. نعم. بلوك واحد بيروح، فما في حاجه تستطلع يعني. يعني انا بعض الاحيان بعض الزملاء بيستطلعوا الارمن. نعم. لقيت مضي على الوقت. طيب. على العموم ما كنت مستطلعون،
كانت الأرجحية للائحة السيد نبيل كحالي. هلأ أكيد مع كم صوت شيعي في تقريبا سنة في بيصوت شي 350-400 بيعتقدوا هذا تقريبا يعني. طبعا وعندك تقريبا شي 300 صوت أرمني 250 صوت أرمني يعني مفترض لائحة السيد شاول تاخذ لها على الأقل 500-550 صوت من هال شو اسمه. دكتور خازن هون إذا بدنا نحكي عن تحالفات بالمتن الشمالي كمان كتير غريبة يعني تشناك حليفكم بتكتل التغيير والإصلاح رغم هيك منه معكم بكل المعارك الانتخابية يمكن في مطارح مع نائب ميشيل المر أنتوا القوات أوقات مختلفين أوقات متفقين أنتوا الحزب السوري القومي الاجتماعي مطارح مع بعض مطارح ضد بعض مع الكتائب نفس الشيء طيب هاي الخلطة الانتخابية شو راح لك باختصار شديد نعم الانتخابات البلدية القاطرة الأساسية فيها هي الاعتبارات المحلية بتسميها عائلة بتسميها علاقات بتسميها خدمات وبعدين هل القوى السياسية الموجودة خذ المتن الشمالي النائب ميشيل المر مش جديد على الساحة السياسية صحيح واتحاد في معركة بالمتن على الاتحاد له طابع خاص بيختلف عن المعركة عن الاتحاد بتصور بطرابلس أو بجبال أو بكسروين أو يعني في طابع خاص طب هيدا الأمر أو هيدا العامل موجود بمعزل عن مين في قوى سياسية وشو عاملة ومع مين متحالفة بتضيف له عناصر فاريابل يعني متحركة ومتعددة بتفرق بين منطقة وأخرى يعني محل مثلا الصوت الأرمني عنده وجود وازن ومؤثر بيكون له تأثير بس مش موجودين بكل البلدات صحيح نعم ومحل ما في صوت شيعي مؤثر بساحل المتن كمان بس مش موجودين بكل البلدات صحيح ومحل ما في تحالف راكب مع العائلات تحالف الأحزاب عم بحكي ممكن يزبط محل بين تيار والقوات ويمكن يزبط المحل بين القوات والحزب القومي او اكس او يجريك يعني. طيب بس هون يمكن بخطابكم يعني السياسي دكتور خازن في زملاء نواب لقلك بالتكتل بيكونوا عم بيقولوا هون في التحالف المسيحي وهيدا استفتاء على التحالف المسيحي والتوافق بتطلع على حدا بيكونوا شي مره سمعتني قلت هالشيء انا من اول يوم زملاء لقلك زملاء لقلي بدك تحكي لهم انا وهيدا الكلام قلته باجتماع التكتل نعم انتخابات بلديه تتحكم هي اعتباراتها المحلية هي اللي بتتحكم بواقع التحالفات السياسية والحزبية خصوصا البلدات الصغيرة أو الوسطى وغير هيك أنا بتحدى يخبرني غير خبرية نعم ما أنا هيدا الموضوع مش بس بعرفه وعيشه ودارسه وأنه بدنا نحكي نظريات ما أقول لك الضيعة فيها 100,000 شخص ساكن فيها بقرر الانتخابات 2000 زلمة 2000 مقترع صحيح وبترجع القصة هيدي نقطة كتير مهمة بالـ63 من وقت ما عاد في انتخابات بلدية لـ 98 أنا بعرف ضيع وبلدات وناس التاريخ من 63 لـ 98 صار في حرب لبنان صار في تهجير وصار في كوارث وصار في متغيرات كبيرة مش ما تغيروا صدقني وقت اجت انتخابات 98 يعني اول انتخابات بلدية بعد 35 عام 40 سنة صح اجوا حسابات نحن العائلة عنا مختار كان المختار جدي بدنا هلا مختار نحن العائلة كان رئيس البلدية كمان جدي بدنا هلا رئيس بلدية ونحن الجب بالعائلة إذا عائلة كبيرة كمان كان من جب فلان وبدك يعني بسمي لك إيهم صحيح نعم. بعرفهم بالأسماء والأشخاص والضياع صح كأنه ما صار شيء بأربعين خمسين سنة لا حروب ولا كأنه ما صار شيء اعتباريات الحزب هلأ بيرجع بعدين بيجوا الأحزاب في حالة مختلفة بالمناطق المسيحية مناطق جبل لبنان تنقول نعم التحالف التيار والقوات هيدا تم من فترة قصيرة بينما حركة أمل وحزب الله متحالفين وخاضوا انتخابات سوا أكثر من مرة صحيح
بس قبل ما تحلفوا وقادوا انتخابات كانوا مختلفين. صح. يعني في موضوع 2004 في موضوع التجربة والوقت مش بديها، لأنه أنا وياك صرنا أصحاب بدك تغير كل شيء. لا إنه هيدا وهيدا واقع. صحيح. والمثل يلي منشوفه قدامنا أكتر شيء الثنائي حزب الله حركة أمل. بالماضي كانوا مختلفين، هلا عم بينسقوا مع بعضهم بالبلدات الشيعية تحديدا. وحتى هيدا التنسيق مش دائما بيعطي نتيجة المطلوب، اوقات بيعطي اوقات لا. هون بدي اسال الاستاذ عبده، بالنسبه للضاحيه الجنوبيه شفنا انه في بيقولوا تحالف عائلات ومجتمع مدني بوجه حزب الله، وين ما كان عندهم يعني امل او لا؟ الواضح الحزب عنده قوه هائله، نعم، ان كان في الغباري وان كان في البرج البراجن. لانه بتذكر ب 98 أمل ما كانت حليفة لحزب الله، وبال 2004 ما كان في حلف بيناتهم يعني، وكانت لائحة الحزب بتفوز بالغباري يعني مع العائلات مع حركة أمل مع، فكيف الحال لما إذا حركة أمل صارت حركة أمل وحزب الله؟ أنا أستبعد إنه يقدر حدا يربح بلدية ضد التحالفات القائمة في الضاحية يعني. أنا عندي نظرية بعد بدي لأنه عم نحكي بشكل عام. التحالف الانتخابي هو الاختبار يلي بيسهل على بين الأحزاب، عم بحكي يلي بيسهل للتحالف بالبلديات. أنا حسب معلوماتي التحالف الانتخابي بين أمل وحزب الله هو اللي بيسهل سهل تحالف المحلي. يعني مش العكس، مش البلدية تكون مقدمة. وهذا الأمر لم لا يحصل اليوم بين التيار والقوات. نعم. ما نحن عم نبلش بتحالف محلي على مستوى محلي اللي هو أصعب بكثير من التحالف على الانتخاب النيابي. صحيح. نعم. إنه في موضوع تجربي، في موضوع واقع على الأرض، مش لأنه هيك يعني. بدي أحكي شوي. بس أعلق على موضوع التحالف. حقيقة تحالف القوات التيار الوطني الحر عم ينظلم، عم ينظلم بمعنى إنه وين 86%؟ أي. 86% بحب أوضحها. 86% اللي الزملاء بإبسوس عملوا استطلاع أظهر في نسبة تأييد للمصالحة 86%. نعم. مش لهالفريق السياسي أبداً أبداً أبداً. يعني أنا كنت عم بقول إنه ما لازم يقولوا عنا 86، في 86% أيدوا هذه المصالحة. وحتى لو سألت مسلمين هل تؤيد المصالحة بين القوات والتيار الوطني، هو جو عم مرحب بالتفاهم. أكيد يعني. أكيد هن البعض أخذها إنه كأنه تأييد. نعم. لا ما له تأييد. اللي بده يقوس اللي بده يقوس. نعم. بده يلاقي 100 طريقة. إيه لا صرت أقول لقطوها هاي لا وعم بحاسبون ليكوا شو صار بزحلة، ليكوا شو صار. دكتور خازن، يعني أنتوا لما عملتوا التفاهم مع القوات اللبنانية روجتوا أو صورتوا كأنه هي شبيهة بثنائية حزب الله حركة أمل لنسبة تمثيل الشارع المسيحي. لما تقتل أنت ما بتصرفوا كوحدة سياسية يعني، لما تحكوا حتى بالانتخابات الرئاسية كان من هذا المنطلق أنه صار في إجماع مسيحي. كان عندي ملاحظات. نعم. كان عندي كلام بهذا الموضوع قلته للعماد عون وقلته بأكثر من مرة بالاجتماعات. بعتقد الإعلام صور الأمر أكثر ما هو حقيقة حدا حكي فيه. نعم. هذا رأيي. وكان في دائما منحة انه بعد التحالف بده يترجم تحالف على كل المستويات وبدقيقة. نعم. وهذا الإعلام صوره بشكل أساسي، بينما الواقع على الإعلام جزء سياسي حدا. بس عم بخبرك شو صار. بس انه بيطلع. وبعدين بالبداية كان في ناس يعني سياسيين ونواب وغيرهم كانوا عم يحكوا بالاتجاه، وبعدين بطلوا يحكوا او خففوا الحكي، ما بعرف. بس انا رايي الشخصي من اول يوم شايف الامور بهالطريقه. وبعدين يلي بده يعتبر من النموذج الاخر اللي بيمثله حزب الله وحركه امل بهيدي الانتخابات، حسب ما عرفت انه حركه امل وحزب الله بالانتخابات البلديه محل ما كانوا متحالفين كانوا متفقين عاملين اتفاق خطي حتى. نعم. بس هيدا اجى بعد تجربه وبعد خلاف وبعد انتخابات نيابيه يلي هو كله المساره مع القوات. صحيح. التيار والقوات. نعم. بس كان في نيه باكد لك عند التيار وعند القوات انه محل ما في امكانيه لتوافق
ولتفاهم مع بأي بلدة. نحط جهد كبير لهالشيء. في محل زبط، في بجوني ما زبط، بزحلي زبط، ليه هون زبط هون ما زبط بده شرح طويل. بس كان في جهد من الطرفين والنية كانت موجودة من الطرفين انه شو كيف بدنا نتفاهم. نعم. بس واقعيا ما في اعتبارات موجودة بالبلدة سابقة للتفاهم. صحيح. مش احتلكم لانه صار في تفاهم بدقيقتين. صحيح. على كل حال بعد في جولة كبيرة على الأقضية الموجودة بجبل لبنان، نكمل عليها بعد الفاصل، فاصل ونعود للمتابعة في حوار اليوم. عودة لمتابعة هذه الحلقة من حوار اليوم مع ضيفينا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد الخازن ورئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات الأستاذ عبدو سعد. نوصل أستاذ عبدو لخلاصة للمتن الشمالي اللي كنا عم نحكي فيه قبل الفاصل بدقيقة لو سمحت، إذا بنلخص آخر شيء معطياته. المنتصر الأكبر والرابح الأكبر في المتن هو الرئيس ميشيل المر. رئيس ميشيل المر الآن تقريبا ربح رئاسة اتحاد البلدية، لأنه في 15 بلدة فازت بالتسكي وهيدي لقلوب تقريبا. نعم. يعني بعد في بلدتين ليجيب أكثر من نص زائد واحد لحتى يفوز، فهو الرابح الأكبر بصراحة. لا يزال الرئيس ميشيل المر ما عم بيقدروا يزيحوا. نعم. بهالموضوع هذا يعني هذا موضوع أساسي حقيقة. هيدا بالنسبة للمثل. بدي أرجع شوي لكسروين، حكينا عن جوني بداية الحلقة لاعتباراتها الكبيرة للمعركة، حكينا شوي بشكل سريع عن جرود كسروين لأنه طبعة عائلة، بس كمان في معارك تانية مثل بالزوق مثلا بغيرها من المناطق، في معارك طبعة انماء سياسي بذات الوقت في بعض البلدات بكسروين. بكسروين في 54 بلدية. نعم. 52 واثنين هالأجداد، خلينا نقول انه بشي 4 و5 منهم في معركة الى طابع محلي وسياسي، بس الاكترية الساحة اعتبارات محلية. نعم. وفي معارك مثل ما قالت الزوق مكيل وزوق مصبح وغيرهم، يعني في يعني بس مش كتار 4 5 الى شوي طابع غير محلي بير. نعم. في يكون سياسي، في يكون انماء، في يكون مزيج، في يكون اعتبارات تانية. والقوى السياسية موزعة وموزعة بحسب وضع البلدة. يعني زوق مكايل إلى أهمية لأنه رئيس البلدية سيد نهاد نوفر مش مرشح. نعم. وكان بالماضي رئيس الاتحاد لفترة طويلة. كذلك الأمر بغزيل، رئيس البلدية سيد إبراهيم الحديد كمان مش مرشح، كان هو رئيس بلدية لفترة طويلة ونائب رئيس الاتحاد. يعني في يعني في شيء عم يتغير بالمشهد كله، وضع مستجد. لكن إدي بدنا نقيس عليه لنطلع باستنتاجات كبيرة، أنا بعتقد مش بحاجة نعمل هيدا الشيء، وما بعتقد نوصل لنتيجة، وما فينا نربط هيدي الانتخابات بأمور كبيرة يعني خارج القضاء. بينما مثلا بالمتن في موضوع اتحاد بلديات له وضع خاص مرتبط ب نائب شلمر. نعم. وهيدا عمره سنوات يعني مش من امبارح. مناطق تانية، معظم المناطق نعم في انتخابات إلى طابع محلي وسياسي وغيره بعدد قليل. إنه بتشوف يمكن بعد دائرة القمر رح نوصل لشوف، أو يعني رح نوصل لشوف. بدي أنت لجبال هلا بجبال في أهدى بكتير يمكن المعركة يعني كمدينة كمدينة تيار الوطن الحر منه مشارك. لا صح. ما تقريبا خالص تقريبا بالتسكي المعركة. يعني في يمكن عمشيت في معركة. نعم. صحيح. وبالجرود في العقورة في غير المناطق ترتج. بالعقورة عملت استطلاع للرأي، واضح تماما حقيقة الاستطلاع سويته لحتى يختاروا رئيس اللائحة. نعم.
ولقيت تأييد حتى من خارج الطيارة. بأي بلدة هي؟ العقورة. العقورة. السيد منصور وهبي بتصور هونيك. صح. بلديك من حل بالعقورة. هي تاريخيا يعني من 98 لغاية البارحة كان النائب السابق فارس سعيد هو يشكل اللائحة هو وتفوز اللائحة كان بسهولة. هل السنة هايدي قعد نقى بنفسه بتصور بتصور هذا الذي يعني حتى ببلته أرطبة ما في معركة بالضبط بالضبط فبتصور بنها المعركة القاسي ما بتصور فيه معركة طبعا تشكلت لائحة من كل العوائل تقريبا في مواجهة لائحة السيد منصور منصور وهبي هي مؤيدة والتيار الوطني الحر كحزب كتيار سياسي هو الأقوى في العقورة بين كافة القوى عمشيت بتصور محسومة تقريبا يعني في ثلاث لوائح يعني. نعم محسومة للسيد أنطوان دكتور أنطوان عيسى نعم بتصور يعني أنا أقول في منافسة دون أدنى شك بس الأرجحية لإله بي نعم. فجبال ما في معارك ما في قراركم بجبال دكتور خازن قرار طيار الوطن الحر عدم المشاركة بالمدينة برأيك هو خوف من خسارة محتمة أو شو؟ بعتقد حسب معلومات يعني وصلت لي إنه كان في تفاوض ما مع السيد زياد حواد وكان في رأيين بالتيار حول الموضوع وما تعرفت شو صار بعدين بس كان في يعني احتمال يكون في ممثلين للتيار ضمن لائحة ائتلافية بس ما صار في اتفاق أسباب عدم حصول الاتفاق ما بعرفها شخصيا نعم هلأ منرجع على طابع كل وضع كل بلدة بجبيل مثلا البلدية ورئيس البلدية في عنده تأييد كبير بالمنطقة خلافا للوضع وهيدا عطى المعركة مسار معين نعم خلافا للوضع تنقول بجوني أو بسن الفيل أو أو بمناطق أخرى أو بزحلة أو صحيح يعني بقصد أقول ما في موديل واحد نرجع على الخصوصية تبعك المطرح وهي وبعدين بدي أضيف نقطة بعد إذا ببلدي ما تلاقى اثنين بدهم هن يخوضوا معركة لأي سبب كان يمكن يكون لسبب شخصي نعم ما بتركب الأمور صح. يعني إذا في ضيعة ما فيها مرشحين اثنين ضد بعضهم بيسهل التوافق بس يعني القاتلة الأساسية هي الأشخاص وطموحاتهم صحيح والعائلات وبعدين السياسة صحيح ده برأيي صح وإذا ما تلاقوا هودي العنصرين أو العنصر الأول يعني إذا بضيعة ما في حدا ضد حدا بده يعمل رئيس لائحة ما بقعد في معركة يعني. يعني مثل ما تفضلوا أسلف ما كان في أدوات للمعركة بجبال وخصوصا مثلا اليوم الأستاذ زياد حواط الواضح عنده تأييد كبير بالأوساط لأنه نجح بالبلدية هذا بنظر الناس يعني نعم. وأنا رحت على مدينة جبال ومدينة جميلة جدا جدا جبال صحيح. بصراحة بعدين التيار يعني ما استطاع أنه يلاقي الشخصية اللي تقود مثل ما تفضلوا أهول ما في شخصية يعني السيد الشامي ما ترشح على الانتخابات البلدية فبالتالي لقوا ما بيقدروا يعني بكل صراحة بقول لك ما قدروا يشكلوا لائحة جدية تنافس بجدية ضد السيد زياد حواط هلأ يمكن حاولوا الاتفاق على سير توافق يدخل كذا صيغة اشراك عدد من الأعضاء بس الواضح السيد زياد حواط هو بده يسمي نعم. المرشحين في بعض اي تعليق عجبال او من قول عبد الله يعني بمعنى بشكل عام اذا بمكان ما في امكانيه تكون المعركه الى طابع سياسي انه في واحد يتركها انمائيه صحيح انه مش بالضروره مش كل شيء سايس يعني لو عندنا انتخابات بلديه واحده وما عندنا انتخابات نيابيه صحيح انه حتى حزب الله بمناطقه ويلي عنده قوة كبيرة فيها مثل ما قريت بالصحف كان عنده مرونة بالتعاطي مع انه محل ما كان في مشكلة مش قادر يزيحها
بتعب صحيح تراجع على العائلات صحيح. يعني بقصد أقول مش بالضرورة يكون بكل معركة بلدك بكل معركة بلدية بكل ضيعة أو بكل بلدة يكونوا الطابع السياسي هو اللي بده يفرض حاله وقت يلي مش قادر كمان يمكن نعم. ما يكون قادر صحيح. أستاذ عبدو بدي روح شوي لبعبدة، حكينا بال... بالمفرق عنا بالجزء نعم الأول نعم. حكينا عن ضحى نعم. الجنوبية نعم. لوحدة، حكينا عن الحدث، قلت لي أنه لائحة جورج عون عندها تقدم مريح أكثر نعم. من 10 نقاط صحيح. يعني محسومة المعركة تقريبا تقريبا شبه يعني اليوم علميا ما فيك تقول محسومة نعم. بس الاستطلاع بيظهر إذا جاءت النتيجة متطابقة مع الاستطلاع طبعا محسومة يعني. وين بعد في معارك تانية بعبدة؟ في عندك الحازمية الحازمية في لائحة بموجة رئيس اللائحة الحالي السيد جورج أسمر بتصور جون أسمر جون أسمر عفوا تحالف طيار قوات مع العائلات يعني مثلا مثل ما تفضلوا أهل تصور الحازمية فيها عشرات الآلاف من الناس وبينتخب فيها 2000 يعني مزبوط 2000. مزبوط هذا بدي أقول شغلة ما بيجوز أبدا 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 لأطلط عن النفس نعم. إنه الذي المكلف اللي بيدفع ضرائب ما له حق اختيار بلديته وهذا معيب جدا وهذا خلل كبير كثير بقانون الانتخاب هذه ثغرة كبيرة يجب تصحيحه ونتمنى عليكم أنتم تقدموا بمشروع قانون لحتى تصححوا هذا الأمر ما بيجوز بيروت نص قاطنين ما قالوا حق ينتخبوا مثلا صحيح. يعني ما بيجوز ابدا ابدا يعني بالاضافه لتغيير قانون الانتخاب نظام الاقتراع لازم يكون هذا كمان من الاصلاحات الاساسيه انه وسهله على فكره ما في اسهل منها بتعمل لوائح شطب نعم. للبلديه بمعزل وهيدي البلديه من وهيدي البلد المحليه بالضبط البلديه بكبسه زر بتشوف هيدي اللي بيعملها انمائيه بالضبط صحيح ببطل في الطابع العائلي وحجم العائله بكل كبسه زر على الكمبيوتر بيطلع مين مكلف هول لهم حق هول بيدرجوا على لوائح الشطب طيب كنت عم تحكينا على الحزميه بالمعركه لمصلحه مين راح تكون بحسب احصائيات في منافسه قويه جدا حقيقه منافسه قويه عندك بوادي شحرور السفلى نعم. كمان معركة في لائحة بلائحة كاتبهم أنا هون لأنه هيدي مش لائحة السيد رياض قسطى مدعوم من طيار القوات بوجه لائحة البلدية الحالية نعم. في ببزبدين ببزبدين لائحة يوسف الجرماني مدعومة من طيار القوات بوجه لائحة بيير بعقليني مدعومة من طيار المرأة في فيلوغا نعم. فيلوغا لائحة جوزيف أبو جودي وروجير رامي مدعومة من طيار والقوات بواجه لائحة سمير غانم فهيدي هي اللي أهم المعارك في أهم المعارك ببعبدة علي علي عندك هلأ الشويفات الشويفات الشيء اللي طرأ المبارح أول مبارح الخلاف بين الحزب التقدم الاشتراكي والمير طلال هيدي بولد منافسه شديده وتلفوا بشويفات ما تلفوا ما هن كان في حكي انه يتلفوا الان مختلفين فهيدي قويه كثير كثير في بالكحاله صحيح تركينا للعوائل طيار موجود بهاللائحه والطيار موجود بهاللائحه وعندك معركه العمدة بعين دارة في لائحه فيها 7 عمدة نعم برئاسة العميد المعروف هيدا موس نعم مقابل كمان عائلية إلى حد ما والطيار واقف على جهة لأنه الطيار هو القوة الأكبر سياسيا نعم. عند بدي أرجع شوي على الساحة الدرزية تحديدا بالشويفات بين الحزب التقدم الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني لمين الأرجحية راح تكون برئيس. يعني هي في منافسة في يقول ما عملت استطلاع ما أنا إذا ما بسوي استطلاع ما في بده نتائج لا للأمانة ما عملت شو في أعمل استطلاع بكل بلدة أنا ما نعم. لا بس أنه الأرزية لو طلبت مني شو عم تحكي انت بمئات البلديات يعني مش سهل لا الواضح في معركه يعني بدك تنطر لبكره عاده دكتور خازن كنا نقول بكل المطارح انه تقريبا في المحدله الطائفيه ماشي الا على الساحه المسيحيه هالمره صار مختلف المشهد يعني في عند طوائف اخرى صار في معارك وعند المسيحيين مطارح متفقين مطارح في معارك هيك المحدله لا اكثر بالنيابه بالانتخابات النيابيه هلا في
تعرف هيدي البوبكات الصغيرة مش الكاتربيلر هيدي موجودة بكم محل مش وين ما كان كمان صحيح صحيح إنه في كتير ما بدي نسميها تشرزوم بس تنوع كتير بالاعتبارات كمان المحلية وغيره صحيح ما فينا نعمم يعني هيدا أهم شيء وبعدين إنه بلبنان في انتخابات نيابية مش كل شيء له علاقة بالانتخابات البلدية في جزء منه مرتبط بالسياسة وجزء آخر بالإنماء وجزء آخر بالاعتبارات المحلية صحيح والموضوع الأوسع ببين أكثر بالانتخابات النيابية مش بالانتخابات البلدية بكل طيب. مناطق لبنان برأيك رايحين لانتخابات نيابية بعد ما سقطت لازم نروح إذا مش رايحين لازم نروح وأنا برأيي رايحين صحيح بس أكيد ضروري يصير في انتخابات نيابية بالمبدأ سنتجي والتمديد انتهى انتهى ويجب أن ينتهي ما عاد في حجة لم يعد هناك من حجة أبدا مع أنه أنا شخصيا آخر هم الانتخابات إذا ما في قانون انتخابي عادل عادل أنا هيدي بتجي عادل المعيل النسبة لألك عادل لا عفوا كل الطبقة السياسية نريد قانون انتخاب عصري وحديث ونريد قانون انتخابي عادل شو هو العادل عندهم؟ بيطلع أكثر العدالة الانتخابية تتجسد فقط وفقط في النسبية مع الدائرة الواحدة وإلا ما في عدالة انتخابية بس هيدا ما تروح حتى اليوم يعني كلها عم يحكي بالمختلط صار أنا معك أنا ضد ما المختلط شو معناته المختلط؟ لا بس نصه أكثر نصه نسبي يعني الأستاذ عبدو عم يحكي مع لبنان دائرة واحدة مع نسبية أنا فرصة لإلي هيدي العبر قلتها هذيك اليوم برجع بكررها لأنه الإعلام تكرار هذا المختلط المطروح إن كان مشروع الرئيس بري ولا مشروع الكويت لا يمت بصلة للنسبية إلا بالتسمية ما له أي علاقة النسبية هدفها تمثيل كل الأقليات هذا المطروح من قبل المختلط المطروح هذا لن يأتي بنائب واحد نائب واحد من خارج الاستفافات السياسية هذا القانون المطروح لن يأتي لو تم تحالف ثلاث أعرق أحزاب اللبنانية اللي هو الحزب الشيوعي الحزب القومي الحزب الكتائب والحزب القومي السوري لن يأتوا بنائب واحد وإن كان بالأكثر ولا بالنسبة يمكن بالأكثر الشيخ سامي جميل يفوز بمقعد بس هذا إقصائي هذا إقصائي بس انتوا راح تمشوا فيه دكتور خازن لا لا ما حيمشوا فيه بعد ما حي انا بصير لا انا بقلك ما طب خلينا نسمع في النقطه قانون الانتخاب بعد بكير هلا عم نتداول فيه باللجان المشتركه المطروح يعني تقدمنا ببعض الامور على القليل حددنا انه الموضوعين الكبار هو حجم الدوائر ونظام الاقتراع هلا المختلط مطروح على الطريقة اللبنانية إنه نقسم الفرق بالنص بس هو المختلط بمضمونه النسبي والأكثري شو ما كان ما هيدا عليه لغط كمان صحيح بس المطروح هلأ صار كلمة مختلط إنه أنا وياك بتعطيني هاي بعطيك هاي بنتقاسم الفرق بالنص بس الموضوع مش هيك سياسية مش الموضوع مش هيك الموضوع هو يرتبط بعنوانين كبار حجم الدائرة ونظام الاقتراع ويلي بعد ما صار في تفاهم حولهم نظام الاقتراع يعني نسبي أو أكثري والدوائر وحجمه صحيح هودي العاملين أنا بطالب بقانون دستوري عندما أقول دستوري يعني الدائرة الواحدة ما كل واحد من زاوية لا عم بحكي هلا بلا ما يتطابق مع مندرجات الدستور اللبناني الدستوري القانون الوحيد اللي بيتطابق مع الدستور هو الدائرة الواحدة كيف الدستور إن كان مع النسبية أو مع الصوت الواحد كيف يعني؟ بعدين نعم يعني يكون في دائرة واحدة لأنه أنت اليوم هذا القانون القائم اليوم لأقول لك شغلة لازم يكون في تكافؤ بين الدوائر ما بقول صحيح تساوي. مش واحد يتخذ يعني بين واحد لا مش بس هيك أكثر من ذلك قصدك معيار واحد يعني إيه طبعا يعني معيار واحد بس لا له علاقة بالدستور كيف ما له علاقة بالعدالة العدالة يا دكتور مش بالدستور يعني لا كيف ما هو عدالة ما بين دستوري عندك بمقدمة الدستور المساواة أنا عم بحكي المساواة المساواة أوكي لا هي عم بحكي على المساواة أنا
المساواة مدرجة بقانون بالمقدمة الدستور وبأحدى البنود الموضوع المساواة. نعم. يعني كيف يمكن أن تعدل أو تعمل مساواة، حتى لا أقول مساواة، تكافؤ، عندما يقوم بقضاء بنت جبيل 43 وهلأ صاروا 44 يمكن 44 ألف ناخب للمقعد الواحد في مقابل 19 ألف الدائرة الأولى. نعم. كيف ممكن أنت بتعطي الحق للناخب أن ينتخب اثنين ببشري وبصيدة وبالبترول، وآخرين ينتخبوا 10 ببعلبك الهرمل، 8 بزحلة والمتن؟ هذه منها مساواة أبدا. عندك بعدين العملية التكلفة. نعم. يعني العملية المصاريف على النواب. مصاريف. طيب واحد بده يصرف على 150 ألف ناخب، واحد بيصرف على 10,000 ناخب. صح. هذا ما بيصير. يعني ما في عدالة. لا مش قصة عدالة، هيدي مخالفة للدستور. نعم. مخالفة للدستور. فنريد قانون دستوري. دستوري. موضوع بشكل سريع لأبعد فيه نقطة أخيرة بدنا نحكي فيها، تفضل. موضوع النقاش عن قانون الانتخاب بدنا نخصص له حلقة خاصة احنا والاستاذ عبدو. نحن بعد الانتخابات البلدية نتفق بكل شيء نحن والدكتور فريد من زمان، مش الا موضوع قانون الخاب. قانون ما اتفقنا بشكل كلي، مش انه مختلفين بس انه في وجهة نظر. ايه طبعا. بالنسبة للتحالفات النقطة الأخيرة بدنا نحكي فيها بهذه الحلقة، دكتور خازن، جمهور تيار الوطن الحر كان عاتب على حزب الله، طلع كلام السيد حسن نصر الله نهار الجمعة أو الخميس بالأحرى ليقول ملتزمون معكم سياسيا وأخلاقيا لكننا لسنا ملزمين بمن تتحالفون معهم. طيب هذا كلام واضح وصريح ومنطقي. صحيح. وصريح بكل وضوح أنه نحن متحالفين. بس أنتوا دائما عم طلبوا حزب الله بالأكثر. بس مش متحالفين مع حلفائكم. صحيح. شو المشكلة فيها أنه لا البعض عصر اليوم صرتوا استراتيجيا بين حلفين مختلفين، يعني علاقتكم وحلفكم مع حزب الله اللي هو محور مقاومة، وعلاقتكم وحلفكم مع القوات اللبنانية اللي هو محور مضاد. أنا بعتقد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله علاقة مبنية على ثقة متبادلة بين العماد عون والسيد حسن نصر الله. نعم. بدرجة أولى. ثانيا نحن ببلد مفتوح وفي تحالفات بتتغير وبتتحول وهذا أمر طبيعي، بس ما فيها تكون على حساب حدا تاني. يعني إذا التيار والقوات تحالفوا مش معناتها عم يتحالفوا ضد حزب الله. نعم. ومش معناتها حزب الله ملزم بنتائج هذه التحالفات، مثل ما نحن كمان مش ملزمين بنتائج تحالفات حزب الله. يعني هذا كله كلام أنا بعتبر كان ضروري وواضح وصريح إلى أقصى الحدود. نعم. وهذا أفضل شيء بالتحالف، يكون الكلام واضح وصريح. طيب في تحالفات كمان تصدعت على الجبهة الثانية أستاذ عبدو، هي نعم. تحالفات تيار المستقبل مع حلفاء المسيحيين وتحديدا القوات اللبنانية ببيروت. بدأ التصدع بين القوات ولا عندما انطرح موضوع الأرثوذكسي. نعم. هذا أزعج كتير كتير تيار المستقبل. وطبعا موضوع شو؟ القانون اللي قاله الأرثوذكسي. القانون اللي قاله الأرثوذكسي. طبعا بالنسبة لبيروت بصراحة اجت عشية اتفاق الرئيس الحريري مع السيدة مريم سكاف على اعطاء اصواته ضد اللائحة اللي فيها القوات اللبنانية. مزبوط. نعم. هذه شعروا بشغلة استفزاز كبير رأيهم. وبعدين التيار الوطني الحر منو على علاقة طيبة و مع تيار المستقبل منو على علاقة طيبة، فهذا الاتفاق بسميه اتفاق فوقي بين القيادات، وهذا ما انسحب على القاعدة. القاعدة سلكت سلوك مختلف، مش معناته سلكت او سلكت مش يعني فعليا القوات اللبنانية ردت له اياها لسعد الحريري على ادائه بزحلة او لا لا ترك انصار مؤيدين مش القيادة. نعم. التفت القيادة ما اوعزت لناخبيها ما تنتخب ابدا ابدا، بس ولكن سلوك الناخبين لا ما بدهم يصوتوا له، لو بتجي الدنيا كلها في لا. اعتبار اخر ببيروت شو هو؟ الجهه السياسيه اللي عم تدعم خلي تيار المستقبل تحديدا هي نعم. يلي كانت داعمه البلديه الحاليه صح. يلي كان ايديها سيء جدا والفضايح ضلت لاخر يوم بموضوع شط بيروت صح. الرمل البيضاء 120 يعني مليون دولار عشان الناس عم تيجي تطلب من الناس بمعزل عن انتمائهم انه انتخبوا هالبلديه استمرار للبلديه الموجوده يلي عليهم اعتراض كبير عليها صحيح صحيح وهذا اللي ما خليهم وهذا مش بالوسط المسيحي
بكل الأوساط. نعم. وأنا بعرف هالشيء يعني. يعني لاقي حال بيروت مدينتي أخذت سكور محترم. من وين إجا هيدا؟ من ال من من. لأنه في اعتراض. من المعترضين، لأنه اليوم ما نجد ناس جديدة على تصوت. هذه النسبة العشرين بالمية ما كانت موجودة بالألفين وعشرة. يعني ما استقطبوا بيروت مدينة، ما استقطبت ناس جدد، يمكن وجه شوي مش كلهم يعني هن زيتهم بس رجعوا وخصوصا عند المسيحيين وحسن فعلوا لأنه كانوا أرقامهم عالية جدا جدا بالدائرة الأولى ببيروت. صحيح. ضد البيارتي. البيارتي أخذ لولا ما الصوت الأرمني كانت فضيحة كبيرة. يعني بننسى إنه الناس عندهم رأي وعندهم اعتراض. طبعاً طبعاً طبعاً. ما فيك تركب لهم بلدية امتداد للبلدية يعني الحالية. يعني مثل ما قال سماحة السيد. يلي متورطة. إنه ما فينا نحنا نجي والله تشتمونا وتسبونا كل يوم وتضلكم ضدنا ونجي تاني يوم نقول للناس تعالوا انزلوا انتخوا انتخوا هاللائحة. صحيح. على كل نشوف هلا شمال لبنان كيف رح يكون مشهده بكره. بدنا نشكركم استاذ عبدو سعد رئيس مركز بيروت للابحاث والمعلومات، والنائب دكتور فريد الخازن عضو دكاتره التغيير والاصلاح. كمان دائما بذكر المشاهدين انه المواكبه الانتخابيه مستمره عبر شاشه الاو تي في من خلال الحلقات الخاصه، البرامج السياسيه، وكذلك نشرات الاخبار. فابقوا دائما معنا.